السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناه وصفات نعمان الشهيه. اليوم كما كتشاهدوا معايا ما غاديش نقدم لكم وصفه، ولكن نقدم لكم واحد تقنيه من تقنيات الطبخ اللي هي عباره عن القديد او اللحم المقدد اللي كنحتاجوه في عيد الاضحى. كما كتشاهدوا معايا هنايا عندي القديد، هنا سبق لي انني حضرته، وعندي هنايا القديد حتى هو اللي غادي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش انكم تصايبوه في المنزل بطريقه سهله وبدون يعني تعقيدات. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هذه الوصفه. ايمان كما كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك على القناه والضغطوا على الجرس الا كنتي ما مشتركش في القناه باش توصل بكل جديد، وكثروا من اللايكات ويلا خليونا نبداو. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو في هذا القديد هذا، كما كتشاهدوا معايا هنا بطبيعه الحال عندي هنايا اللحم مقطع طريفات كما كتشاهدوا على هذا الشكل، يعني ضروري انكم تقطعوا على هذا الشكل هذا. كاع الناس كتعرف يعني كيفاش انه تقطع هذا اللحم هذا. وهنا بطبيعه الحال بالنسبه للعطريه اللي كنحتاجو، هنا كل واحد وشنو كيدير في العطريه القديد. هنا انا كنستعمل بطبيعه الحال الخرقوم كما كتشاهدوا على جوج انواع، يعني خرقوم مطحون والخرقوم اللي كيكون في الساشيه. هنايا عندي المروزيه، وعندي هنايا السكينجبير، وعندي القزبر، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون مدقوق، يعني هنايا عندي معلقه صغيره ديال البزار. وهنايا غادي نستعمل ثلاثه المعالق ديال الماء، ضروري انكم تستعملوا الماء باش تخلطوا هاد العطريه. وهنايا عندي معلقه ديال الزيت، بالنسبه للزيت ضروري انكم ديروا الزيت، يعني كما كتعرفوا باش تنشروه، يعني ملي تبغوا تنشروه القديد يعني ما نسقش فيه حتى شي حاجه. وهنايا كما كتشاهدوا معايا ضروري طبيعه الحال غادي نستعمل الملح. هنايا عندي جوج معالق ديال الملح. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هذا القديد اللي كنحتاجوه في عيد الاضحى. بالنسبه لطريقه التحضير يعني كما كتعرفوا يعني سهله الطريقه اللي عاديه كما كتشاهدوا هنايا. كما قلت لكم غادي ندير هذيك العطريه كامله. كما قلت لكم هنايا عندي سكينجبير، وعندي القزبر، وعندي مروزيه، وعندي الزعتر هنايا مدقوق، وعندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره معلقه صغيره، الا هنايا معلقه كبيره. هنايا بالنسبه للخرقوم حتى هو عندي معلقه يعني كبيره. كما كتشاهدوا كنرميو هذاك العطريه ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني دفعه واحده كما كتشاهدوا على الطريقه هذه، صافي على هذا الشكل هذا صافي. وغادي ندير هنايا بطبيعه الحال الملحه كما كتشاهدوا، الملحه حتى هي ضروريه في هذا القديد، يعني كندير واحد الكميه اللي كتكون كثيره. كما كنعرفوا هنايا القديد كنستعملوه في عيد الاضحى يعني في بزاف ديال الوصفات، كنحتاجو يعني بزاف ديال الوصفات. غادي نصايب معكم واحد الوصفات اللي كنديرهم بالقديد كيجيو زوينين بزاف. هنايا بطبيعه الحال عندي الماء كما قلت لكم، غنديروا ثلاثه المعالق ديال الماء على هذا الشكل هذا، يعني ما نقويوش من الماء بزاف، فقط يعني باش تجانس هاد العطريه هادي وتخلط مع اللحم تجي مزيانه. صافي هنايا معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه كما كتشاهدوا. كما قلت لكم الزيت النباتيه ضروري منها حتى هي على قبل باش ملي تنشروا هذاك القديد ما يعني ما تلصقش فيه شي حاجه كما كتعرفوا. صافي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، ناخذ واحد الليغا هنايا ديال الطبخ كما كتشاهدوا على الشكل هذا صافي. وغادي ندير هذاك اللحم ديالي يعني باش نرقدو في هاد يعني هاد العطريه اللي سبق ليا انني وريتكم. صافي على هاد الشكل هذا كناخذوا هذاك اللحم على هاد الشكل. هنا بالنسبه للحم يعني كتقدروا تاخذوا اي نوع ديال اللحم، يعني من الكشاف ولا من يعني من الفخاد اولا حتى هذوك يعني اللي كنصايبو بهم الكوتليت، يعني الضلوع حتى هما كيجيو زوينين، اولا العظوم حتى هما كيجيو زوينين يعني بالطريقه ديال القديد. صافي كنحاولوا اننا نخلطوا هذاك اللحم بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل صافي، باش انه يتشرب هذيك العطريه كامله على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، يعني طريقه اللي سهله وبسيطه. يعني بالنسبه للعطريه كل واحد وشنو كيستعمل، انا هذه الطريقه هذه هي اللي كنستعمل. كاين اللي كيدير التحميره حتى هي كيضيفها، وكاين اللي ما كيديرش يعني التحميره. صافي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، فقط ان باش يتشرب هذا اللحم هذا هذيك العطريه على الطريقه هذه. صافي كنحاولوا اننا نديروا شويه ناشف، ما يكونش يعني فازق بزاف اولا فيه ديك الماء بزاف اولا يعني فيه الزيت كثيره، فقط على هذا الشكل هذا. نضيفوا واحد القليل ديال الماء هنايا، نضيفوا واحد المعلقه اخرى على هذا الشكل هذا صافي، ونبقى نخلط
يعني هذاك اللحم ديالي صافي. من بعد ما كننتهي من التخلاط ديال هذيك اللحم يعني كنحس به بان صافي تخلط جميع يعني هذوك الطرف كاملين تخلطوا مزيان كما كتشاهدوا صافي. غادي نديروا هنايا واحد البلاستيك غذائي او لا السلوفان غنغطيوه فيه هنايا على هذا الشكل هذا صافي ونديروه في الثلاجه نبيتو ليله كامله يعني الليل كامل يبقى في الثلاجه قبل من انكم يعني تنشروه صافي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. وبهذا يكون يعني الطريقه اللي وريتكم هي الطريقه الصحيحه الطريقه السهله ما نحتاجوش يعني بزاف ديال الوقت باننا نحضروا هذا القديد ديالنا او اللحم المقدد صافي. هنايا غادي نوريكم كيفاش يعني القديد ديالنا من بعد ما نشرناه وخرجناه يعني كرم مزيان كما كتشاهدوا الشكل ديالو هو على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا يعني القديد زوين كيجي زوين يعني غتحتاجوه بزاف الوصفات يعني في عيد الاضحى كما كتشاهدوا. نلتقيو ان شاء الله في وصفه او لا تقنيه من تقنيات الطبخ ديال وصفات نعمان الشهيه. ما تنساوش دائما الاشتراك على القناه الا ما كنتيش مشترك وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد وتبارطاجيو الفيديو يعني للناس الاصدقاء ديالكم باش يوصلهم هذا الفيديو هذا. نلتقيو ان شاء الله ان شاء الله في ملتقى قادم. تهلاو في روسكم.